المتفوق الأول في امتحان شهادة البكالوريا محمد أمين مقران هو الحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.62 في شعبة الرياضيات، أصيل ولاية تيبازا، يحظى بميدالية يوشحه إياها السيد رئيس الجمهورية وهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثانية وطنياً ماريا إيناس راحة حصلت على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية بمعدل 19.54 وهي أصيلة ولاية وهران، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية، كما تحظى بهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثالثة وطنياً التلميذة وصال أولم حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.52 وهي أصيلة ولاية خنشلة، توشح بميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. يتقدم التلميذ أيوب شرفاوي حصل على شهادة البكالوريا شعبة هندسة ميكانيكية بمعدل 19.25 أصيل ولاية تلمسان، يحظى بدرع تكريمي وهدية ومكافأة مالية. تتقدم التلميذة ضحى حوابس حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 18.80 أصيلة ولاية قسنطينة، تحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان الرحامنية هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.63 أصيلة ولاية الطارف، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية. المتفوقة الأولى في شعبة الآداب والفلسفة التلميذة عبير قطوم حصلت على معدل 18.06 وهي أصيلة ولاية خنشلة، بدورها تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقة الأولى في شعبة الموسيقى الفنون في أول بكالوريا للفنون التلميذة وجود حمام بمعدل 17.41 من مديرية تربية بالجزائر وسط، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم شبل رياض قلوش جديد هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.10 عن مدرسة أشبال الأمة بوهران، يحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم شبلة الأمة عائشة بن عبد الرحمن هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص رياضيات بمعدل 19.02 من مدرسة أشبال الأمة بوهران، تحظى بدرع وهدية وشهادة ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. التلميذة السميعة هاجر شرقي حصلت على معدل 17.87 في شعبة العلوم التجريبية أصيلة ولاية باتنا، تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة آلاء مشلح هي الحاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 17.69 أصيلة ولاية الوادي، تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير شمس الدين عريبي هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة
بمعدل 16.63، أصيل قصر البخاري بولاية المدية.